السلام عليكم جماعة، سمحوا لنا على التأخر. بديو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بطلبتنا المطورين أينما كنتم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. معكم لواري صهيب، ديزاينر at Developer Student Club باتنا. اليوم ما زلنا مستمرين في سلسلتنا Meet and Learn. بالنسبة اللي ما يعرفوهاش، Meet and Learn اللي هي سلسلة تكون مرتين في الشهر، حيث نستضيف فيها رواد وخبراء في المجالات التكنولوجية والتقنية وحتى العلمية من داخل وخارج الوطن، بهدف إثراء المحتوى والسعي لتكوين جيل طلابي متمكن وقادر على صنع التغيير. هذه بصفة عامة بالنسبة للسلسلة. اليوم غادي نكونوا مع الضيف اللي شرفنا بحضوره، فتحي بخرس. الأخ فتحي مر بعديد من الخبرات نذكر من بعضها. عندنا من سنة 2011 إلى 2019 أنيميتر، أي منشط. سنة 2014 قام بإدارة شركة للطباعة. سنة 2012 إلى حد الساعة جرافيك ديزاينر، وخلال 2018 مدير لشركة وكالة سفر. السنة الدراسية 2018-2019 أستاذ رياضيات في الثانوية. السنة الجامعية 2019-2020 أستاذ جامعي في علم الحاسوب كمبيوتر ساينس. بالنسبة للإنجازات اللائحة هي طويلة ما شاء الله، نذكر بعض منها. خلال 2011 Personal Business Founder and Owner، وتاني قام بتأسيس جي دي جي تي أرت. 2020 سنة حافلة ما شاء الله أيضا، أهم الإنجازات المالك والمؤسس لشركة كارباسيس أرت، بالإضافة إلى International Trainer of Trainers، وأخيرا Co-Founder and UX Designer لشركة Your IT Department. الأخ فتحي أهلا بك معنا اليوم، سعداء بحضورك. وشرك خويا فتحي مليح. I was meeting. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير، بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله نكونوا في المستوى نهار اليوم. يعطيك الصحة خويا فتحي. بخصوص الأسئلة اللي راكم حابين تطرحوها، تركوها لنا في التعليقات وغادي الأخ فتحي يجاوب عليها من بعد. كمدخل للموضوع اللي غادي نتحدثوا عليه اليوم، اللي هو مهم جدا وخصوصا هذه الفتره اللي رانا نمروا بازمه، يعني الانسان اللي كان متعود على روتين يومي ثم جات هذه الفتره اللي خلاته يمر بتغيرات وانقلابات كثيره، والهدف تاع كل واحد فينا في هذا الوقت يتكيف ويتعايش. وكون هذه الازمه حاجه جديده على الكل، يلزمنا الخروج بوسائل جديده، وهذا ما يسمى بالابتكار في الازمه. ومن هذا نطرح السؤال الاول لموجه الاخ فتحي، ما هي أهم التحديات التي تواجه الأشخاص والشركات وأصحاب الأعمال في هذا الزمن، أي زمن الأزمات؟ تفضل. سؤال جيد. نتكلم على الأزمات أولاً، ثم نتكلم على المشاكل اللي تأتي في وقت الأزمات، لأن الأزمات هناك يعني العديد من الأزمات، الأزمات المنتظرة والأزمات الغير منتظرة. هناك بعض الأزمات يعني ما تكونش منتظرة، مثل أزمة كورونا. نرجع في بداية 2019، أي شخص يقول لك يعني كيفاش توقع 2019، يقول لك في جانفي هكا، بعد في الثلاثي الثاني من مارس إلى جوان هذا المخطط تاعي، من جوان إلى آخره، يعني كل واحد يمد لك بعض المخططات، وهذا اللي يخلي في بعض الأحيان التغيير ولا التخطيط يكون سهل. بصح دي في حسابك باللي إذا وصلنا لمشكلة ولا إذا وصلنا إلى حالة أنه يكون تغيير صعب، وممكن التغيير يكون غير منتظر، يعني مفروض علينا التغيير راح يكون أكثر صعوبة، خاصة إذا كان بسبب أزمات وشدائد. لكن كما يقول الله عز وجل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ونتمنى يعني النجاح لكل شخص عانى من هذه الأزمة. وسؤالك يعني كان واضح جدا وكان مباشر، هل يمكن أنه في زمن الأزمات؟ طبعا يعني هناك العديد من الأشخاص والعديد من الشركات تقوم بالنمو في زمن الأزمات، مش كاع الناس رايحين يعني يطيحوا في زمن الأزمات، كاين اللي يعرف يخدم، كاين الناس اللي
ممكن عندها خبرات، كاين الناس اللي تغير حتى الامال تاعها، كاين الناس اللي تدخل في اعمال جديده في وقت الازمات. يعني مثلا اذا كان خلينا من ازمه كورونا، ما قدر الله جات حرب ولا جات ازمه يعني الناس ما انتظرتهاش، كاين بعض الاشخاص اللي يدخلوا في صناعه الدواء ويبدا في مشروع جديد. يعني تقدر تكون في بدايه، يعني تكون بدايه البيزنس كما انها تكون نمو لبعض الاشخاص. كاين بزاف شركات تقدر تنمو واكيد يكون كاين فرصه كبيره للنمو، لكن حسب العمل راح نتكلموا عليها من بعد ان شاء الله واحده بواحده. يعطيك الصحة أخويا، الجواب كان واضح. نمر للسؤال الثاني، هل يمكن أن تكون هذه الأزمات سبب في نمو بعض الأفراد أو الشركات؟ هل يمكن أن تكون الأزمات سبب في نمو بعض الأفراد وبعض الشركات؟ هذا السؤال يمكن نقوله على حساب الحالة. وإذا تكلمنا عن النمو لبعض الأشخاص وبعض الشركات، يعني يكون بالنسبة للسوق، وكاين الكثير من تحليلات السوق اللي نتكلموا عليها. نقدروا نتكلموا على بعض التحليلات مثل أنسوف ماتريكس ولا بيست ولا بورتر فايف فورسز، كاين العديد من التحليلات. راح نجربوا نتكلموا عليها واحد بواحد. اسمح لي جاست تو شير ماي سكرين. نبدأ بأهم تحليل من بين التحديدات واللي هو بيست. الشاشة واضحة، تقدر تزيد لنا الشاشة برك؟ من بين التحليلات اللي يحتاجها أي شخص خاصة في زمن الأزمات هو تحليل بيست. بيست متكون من 4 حروف اللي هي بي اي اس تي، بوليتيك ايكونوميك سوشيال اند تكنولوجي. الحاجة الأولى هي بوليتيكال. في الوقت اللي رانا فيه أنا نشوفه باللي الدولة تنتهج بعض السياسات للحد من الفيروس، تنتهج بعض الخطط. يعني لازم نعرف قبل هذه السياسات، إذا كنت تحوس إما عندك عمل تريد يعني تنمي هذا العمل تاعك لازم تمشي على حسب هذه السياسات، وإذا ما كانش عندك عمل تحوس تبني عمل بالطبع ثاني لازم تمشي على حسب السياسات. أمر ثاني هو الاقتصاد، لازم تعرف اقتصاد الدولة في الوقت الحالي كيف راه. هل اقتصاد الدولة في الوقت الحالي راه اقتصاد قوي ولا اقتصاد ضعيف؟ هل اقتصاد الدولة في الوقت الحالي راه يسمح مثلا بالاستيراد ولا يسمح بالاستيراد؟ نحن عندنا في الجزائر يسمح بالاستيراد لكن النسبة راهي قليلة إلى درجة كبيرة. يعني إذا كنت تعرف بعض المنتجات اللي كانت تصنع برا منتجات تقدر تصنعها ابدأ، وإذا كان عندك مشروع قائم وكان عندك منتجات منافسة تجي من الصين ولا من أي مكان ثاني لازم لك تمشي المشروع تاعك، لازم لك تزيد عليه وتزيد في قوة مشروعك. سوشيال اجتماعيا كاين بعض الاشياء اللي اجتماعيا ما تمشيش، مثلا كيما حنايا لقينا في البدايه الناس لقات مشاكل مع الجل المعقم هذاك، كاين بزاف ناس طلعوا في الثمن تاعو، ولا بعض الاشخاص ما كانوش باغيين يشرو الى درجه انهم ولا يقولوا انا ما نشريش الجل ونشري الكول وحدي. علاش؟ لانه رفضوه اجتماعيا، كان كاين رفض اجتماعي بالثمن الغالي، ماشي كان ما كانش قدره شرائيه لكن الثمن الغالي. والامر الرابع اللي هو التكنولوجي، تكنولوجيكالي هل عندك تكنولوجيا اللي تخليك تبدا في هذا العمل؟ هل انت عندك تكنولوجيا المناسبه اللي تخليك تبدا في هذا العمل؟ بعد التحليل تيست روحوا لتحليل اخر اللي هو تحليل سوات، يحتاجه اي شخص قبل دخول السوق اللي هو اس دبليو او تي. اسمح لي اي نجد سوات اناليز. اوكي اتصلت بيج دقيقة برك بدل السكرين.
ممكن صهيب تعاود ترجع لنا سكرين برك، شكرا. سوات اناليز هذا هو تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف، تحلل نقاط قوتك ونقاط ضعفك. هل مثلا نعطيك من نقاط الضعف اللي راهي كاينه عند العديد من الشركات والاشخاص الان، انه مثلا المطاعم قالوا لهم لازم الغلق يكون على الساعة الثالثة، هذا نقطة ضعف. دروك لازم تعرف نقاط القوة ونقاط الضعف باش تعرف روحك هل تحتاج تدخل لهذا العمل ولا لا. حاجة تعرف نقاط قوتك انت ونقاط قوة المنافسين، نقاط ضعفك، نقاط ضعف المنافسين، الفرص الأمر الثالث اللي تحوس عليه اللي هو الفرص. أخيرا الأمر الرابع هو الأخطار والتهديدات اللي كاينين في هذا السوق. كما شفنا دروك كاين بزاف الناس راهم يخافوا من الدخول في سوق جديد، خافوا حتى من البداية في الأعمال، مع أنه ما همش عارفين باللي أنه راح تكون كاينة ثورة طلب بعد الكورونا، نسموها ثورة طلب، لأنه كاين دروك الآن راح كاين طلب كاين على عدة أشياء والعرض ما راهش كاين، وفي بعض الأشياء الأخرى كاين العكس، يعني المنتجات كاينة والناس ماهيش تخرج تشري. لكن بعد الكورونا إن شاء الله راح يكون كاين ثورة طلب، ويكون كاين تحول كبير، تحول رقمي، تحول اجتماعي، تحول ثقافي، وإن شاء الله هذا التحول يكون يعني في صالح الجميع. أحد التحليلات اللي لازم ثاني الإنسان يأكد عليها هو هذا التحليل، الله يكون واضح هنا، أوكي، هذا اللي هضرنا عليه اللي هو بورتر فايف فورسز، نموذج القوى الخمسة. لازم ثاني أي شخص رائد أعمال يعرفه باش يقدر يلقى حلول جديده. ومن بعد ان شاء الله راح نهضروا شويه على الابتكار، ما هو وكيفيه الابتكار وطرق الابتكار افكار جديده. بورتر فايف فورسز هذا اللي هو نموذج بورتر للقوى الخمسه، هذا خمس قوى تتحكم في اي سوق، تتحكم في اي شيء. عندنا القوه الاولى اللي هي قوه المنافسين، عندنا قوة الداخلين الجدد، قوة العميل، قوة البدائل، قوة كما احنا نسموها rivalry forces ولا competitive force اللي هي قوة المنافسة اللي كاينة في وسط السوق. نتكلم عليها واحدة بواحدة. اولا قوة الداخلين الجدد، هل هذا السوق اللي راح تدخلوا نتايا يقدر اي شخص يدخله؟ أمر ثاني قوة العملاء، هل الناس اللي راح تبيع لهم عندهم يعني بديل عليك ولا ما عندهمش؟ إذا كان ما كانش عندهم بديل عليك هذه نقطة قوة عندك، إذا كان عندهم بديل هذا راح يضعف من قوتك، احنا نسموها قوة المفاوضة للعميل. الأمر الثالث اللي هو الموردين، الناس اللي تشتري عليهم. هذا الموردين لازم ثاني إذا كان عندهم مثلا بزاف ناس يشروا عليهم وكان غير هو مورد راح يكون في نقطة قوة، وإذا كان كاين موردين بزاف وناس تشري عليه ثم تقدر تبدله. الأمر اللي بعده اللي هو التغيير، هل الناس يقدروا يبدلوك ولا ما يقدروش يبدلوك؟ هل عندك حاجة تخلي الناس ما يغيروكش؟ وأخيرا قوة المنافسة في السوق، هل كاين منافسين ولا ما كاينش منافسين؟ هذه بعض التحليلات، وما إن شاء الله في نزيدوا الماتريسز نهضروا اليوم، هذا ما عدنا الوقت ليه حقيقي الوقت. هذه نسموها هنايا مصفوفة أنصوف، هذه مصفوفة أنصوف تكون لتحليل أي سوق. أوكي، إذا كان منتجات موجودة، منتجات غير موجودة، منتجات يعني جديدة، منتجات قديمة، وسوق جديد وسوق قديم، هذا هو احنا نشوفه هنا، يعني نيو ماركت، اكزيستين ماركت، اكزيستين برودكت ونيو برودكت. كيفاش هذه الاشياء نتعاملوا؟ نعطوا احنا مثلا شركه دواء، شركه دواء راهي تخدم على الدواء تاعها، عندها دواء اكس. روحنا مثلا الشركه تخدم دواء التنظيف تكون احسن من شركه دواء، راهي هنا عندها سوق
احنا دروك نتكلموا على اعمال قائمه، احنا واش قلنا؟ ابتكار في الاعمال القائمه هو الاهم من ابتكار في الاعمال الجديده. السوق موجود، ماركت از اوريدي اكزيست، اند برودكت از اوريدي اكزيست، يعني عندهم برودكت، عندهم مثلا جافيل وعندهم لاسول وعندهم صابون اكسترا، والسوق تاعهم موجود، يعني عندهم محل في ولايه اكس. هنايا راه في منطقه الامان، صح؟ لازم له يجرب يدخل فيهم كاع، لازم له مثلا، هذا هو امن طريقه، امن شيء انك تبقى في الماركت تاعك وفي البرودكت تاعك. اللي بعده انك تغير الماركت السوق وتخلي نفس المنتج، يعني واحد حال في الولايه اكس يروح يفتح في الولايه ايكغريك لكن بنفس المنتج. هذا امر اسهل شويه، امر شويه اصعب منه، ولكن مع وقت الازمات في بعض عند بعض الاشخاص ولا اسهل، هو يعني برودكت جديد ونفس السوق، يعني في نفس المكان كيما راك فاتح كيما راه عندك المنتج تاعك، تجيب صوالح جدد وتبيعهم. اصعب شيء هو انك تدي نيو برودكت ماركت جديد، يعني تخرج برودكت جديد تدي لولايه جديده. لكن افضل شيء في الابتكار هو تبقى هنا، انك تروح نيو برودكتس وتخلي الاكزيستين ماركت تاعك، يعني التسويق تاعك يخدم، عندك صابون تاعك، عندك هذيك، تزيد مثلا جل كيما راهم داروا بزاف، تزيد هذاك الجل. هذا احسن طريقه نسموها الابتكار في السوق، هذه مصفوفه انصاف احنا نسموها للتحليل. طيب دونك نروحوا ان شاء الله للسؤال اللي بعده باش نكملوا، يكون عندنا باش نتشاي تو تيك شويه اسئله من الكومنتس. هو صح خويا فتحي، غير توضيح فقط، قلت باللي راح يكون كاين تحول، واش قصدت؟ هل الوسائل اللي ابتكرناها في عصر كورونا هي اللي راح تزيد تكمل، ولا يعني نبتكر وسائل من بعد كورونا تناسب الوضعين قبل وبعد؟ لا، التحول اللي راني نتكلم عليه هو التحول اللي صرنا اساسا في التفكير. كيفاش؟ حنا كجزائريين مثلا كنت رد الناس قبل الكورونا فقط، يعني قبل شهر مارس، تروح للانسان تقول له انايا باغي نكوموندي بيتزا، نعيط في التليفون تشري بيتزا ويجيبوها لي للدار، ما يقبلش، يقول لك لا، ما يقبلش الفكره هذه، الفكره ما تقبلش بتاتا. تعيط هكا تقول جماعه رانا بين نديرو انترفيو في فيسبوك وبين نهضروا مع واحد، يقولك لا ما نديروش، رانا نديرو نكرو انصال ولا نديرو انصال ونجيبو هذاك الانسان وتجي انت ونجو حنايا ونعيطوا للناس يجوا يقعدوا يتفرجوا تما. هذا مثلا، هذا التحول صار في العقليات، تحول كبير، يعني من راح هذا مثلا الزوم ما راحش يموت وفيسبوك ما راحش يموت، فيسبوك لايف ولا ميت ولا هذه المحاضرات مثلا اونلاين، حاجه اللي صاي ولا جزء من حياتنا، ولات قناة تعليمية جديدة، ماشي كيما كنا قبل ما كناش عاطينها أهمية كبيرة، كنا نمدو أهمية أنك أكثر كي تروح وتقابل الناس يعني فيزيكال وتفرج عليهم. هذا هو التحول اللي نتكلم عليه، تحول في عدة مجالات راح يصير، ماشي في مجال واحد. ايه نعم، حقيقة ميزناها في شعال حاجة، كانوا خرجوا لوسائلكم تاع ديليفراسيون وكاع من قبل ما كانوش عندنا، في هذه الفترة بانوا تاني هادو لي كونفيرونس اونلاين ما كانوش كاينين، وظهرت هذه زوم وتيمز. نمروا للسؤال الثاني الثالث، كيف نستطيع ابتكار حلول جديدة في زمن الأزمات، وهل نستطيع دخول سوق جديدة؟ كيف نبتكر حلول جديدة في زمن الأزمات؟ سؤال رائع، هو السؤال تقريبا نفسه تعود. طيب كما قلنا قبل، لازم نعتمد كثرة على التحليلات، بالطبع نستطيع يعني ابتكار حلول جديدة، لأن الابتكار هو تعريف بيتر دراكر، شكون يعني ممكن الناس ما تعرفش بيتر دراكر، ولكن نشوفوا صح شكون ما يعرفش بيتر دراكر، اللي هو احنا نسموه عراب الابتكار، هذا هو بيتر دراكر كشخص، اللي هو عراب الابتكار.
اللي عرف لنا الابتكار على أنه يعني تجيب أشياء بسيطة عندها عوامل كما سموها عوامل ولا أشياء هامشية، يعني ما تكونش أشياء مثلا كل شيء لازم يكون عنده جديد وكل شيء يكون كيفاش نقول يعني يكون مبتكر، لا هو تجميع ومزج عناصر، وهذه العناصر كل واحدة فيهم عندها فائدة هامشية تصنع عندنا شيء جديد. نعطيك احنا غير مثال، كنا نروحوا نهضروا في الفوتبول، نعطيك ابتكار بسيط، نهضروا في الفوتبول تجيب دي جوار جدد تجيبهم في فريق كان ديجا كاين، فريق اصلا كاين، تجيب دي جوار جدد وتدخلهم، راك ابتكرت تشكيله جديده. هذا امر بسيط، لكن كل واحد فيهم عنده فائده هامشيه. مدافع عنده فائده هامشيه، يعني مدافع ماهوش كاع اللي هو اللي راح يجيب الماتش، مهاجم عنده فائده هامشيه، كل واحد عنده فائده هامشيه، لكن كي نمزجوا كاع هادو 11 لاعب يعطونا فريق. هذا هو الابتكار. بالطبع نقدروا نبتكروا في اي وقت، في وقت الازمات ولا خارج وقت الازمات، لانه الابتكار كما قلنا يجي بتحليلات السوق. اي سؤال دروك اخر؟ نمر للسؤال الاخير، ما هي اهم نصيحه تقدم للاشخاص في الشركات يعني في هذا الوقت؟ اهم نصيحه، اهم نصيحه، اهم نصيحه هي لان نفس النصيحه اللي كانت ممكن تقدم في البدايه اللي هي عدم الفزع، لانه الناس كاين اللي يقول لك خلاص غلقوا لي صاي خسرت وراه الله اكسيترا، لا عدم فزع. اول شيء يعني كل حاجه بامر من الله عز وجل، اي امر كاين اي امر يسرانا هو مكتوب عند الله عز وجل، لازم اول شيء لا نفزع، نتكل على ربي وتبدا تخمم في حاجه جديده. انت اذا عندك ريستورون ولا عندك فاست فود ولا قهوه مثلا وقال لك لازم تبلع على ثلاثه تاع العشيه باغ اكزومبل، صافا دير يعني نهايه العالم، لا راني خسرت 3 شهور الاولى يعني نزيدو خسرونا، ماشي شرط. تقدر كيما راك تبلع حانوتك وتولي تخدم ديريكتومون لا ليفريزون حتى ل 8 تاع الليل، عيطوا له برك التليفون ما تخدم ما تحل ما والو، راك قاعد داخل مبلع على روحك، ما كاينش اللي يجي عندك وما كاينش اللي راه يدخل ولا يخرج عندك، باب صغير وتفوت سلعتك وتمشيها. ولا مثلا اللي عنده كافيتيريا صغيره في حي هكا يخدم مع اصحاب الحي ليفريزون، يزيد عليهم هذيك 2000 ولا، ويشوف هكا ان جون يخدم عنده ويبدا يوصل للناس ويعطي له هذيك الزياده لا كوموند بار تليفون، يعني تقدر تلقى الحل الجديد. شيء اهم نصيحه، اهم شيء هو انك لا تفزع، خاص اذا وليت تخاف ما تبداش تخمم، وهذا مشكل كبير، مشكل انك خلاص ماكش تخمم كاع، اذا وليت تخاف راح لك تخمم. نزيد عندي سؤال اخر، كون نجيو نشوفوا نقارنوا ما بين الشركات، لاحظنا عدة شركات ظهروا في هذه الفترة في هذه الآونة، كاين الشركات اللي نجحت وكاين الشركات اللي يعني نفس الوسائل وما نجحتش. كما نشوفوا بار اكزومبل زوم نجحت، وكاين فيديو كونفرنس دي زابليكاسيون واحد اخرين وما نجحوش. وش هو السبب اللي خلى هذيك لي زابليكاسيون الاخرين ما نجحوش؟ هنا يبقى كاين عدة عوامل، الحاجة الأولى هو الإشهار بالضبط، وكاين الخبرات، لأنه شركة زوم باه نتفاهمو شركة زوم كاينة قبل كورونا، هي جديدة شركة زوم بكري كاينة، مش حاجة يعني اللي كيما خرجت عندها شحال من عام، صح هي هذا العام بانت ماشي ما كانت كاينه، تسمى تخيل شركه عندها اصلا خبره، عندها فريق تسويق، عندها فريق عمل، عندها داتا سيت تاعها، داتا سنتر تاعها، كل شيء كاين، خرجوا زادوا وسعوا في المجال في العمل تاعهم، هذوك داروا توسيعه شركه زوم. صح كاين واحدين اخرين اللي بغاو يمشوا مع الموجه، يعني يديروا ركوب الامواج احنا نسميه، بغاو يمشوا مع الموجه وما نجحوش، هذا الفرق بيناتهم.
ماشي، انه حاجه كيما هكذا تحقيق الابتكار ما يجيش غير كيما يقول بيتر دراكر، وتحقيق الابتكار ياتي بالممارسه من يعني من خلال روتين منهجي يكون هكا. هذا الروتين المنهجي يكون فيه سؤال هضرنا عليه قبيله، يكون فيه اهم شيء اللي هو التحليل والنظام والاجتهاد. شركه مثل شركه زوم ما نجحتش من العدم، شركه زوم كانت كاينه قبل الكورونا، وسبب النجاح تاعها هو انهم كانت عندهم خبره كبيره من قبل. هذا سبب نجاح شركه زوم لانها كانت معروفه قبل كورونا. نعم، ولكن هذا ما يمنحش شركه تظهر في هذه الفتره وتطلع كما شعل شركه كانوا ظهروا في هذه الفتره، خصيصا في الجزائر اللي هنا عندنا كما تاع النقل وظهروا بزاف وهكاك ونجحوا. كاين شركات، كاين شركات اللي تنجح، لكن اعطينا مثال على زوم انه الحاجه اللي عاونتها هي الخبره اللي كانت عندها من قبل. لكن كاين بزاف شركات اللي ظهروا ونجحوا، ماشي شركه برك ولا زوج، كاين العديد من الشركات اللي نجحت. نعم، الخبره اللي خلاتها تكتسب تلك الشهره اكتساح في هذا المجال. شوفوا اذا كان عندنا اسئله في التعليقات، ظهروا لك تعليقات الاخ فتحي. واه راهم يظهروا. صح، وات از بيست ان ستارتينغ سمول بزنس اونلاين with multiple products in the sale or one single product that's somewhat hard to make but people need must. Okay, so we have the one. The project that there is market space, the marketplace, business online. And then we have the business online, so we have the marketplace. سواء تبغي تكري ان سيت ويب ليك ولا ديرو شوبيفاي ولا في سكين واحد السيت تاني شباب بزاف لي دايما ريكوموندي يسموه سله دوت اس اي، يعني هو المملكه العربيه السعوديه. انا شخصيا يعجبني اكثر من شوبيفاي، يعني رايي فيه تصميما ومن عده اشياء. بصح واتس ذا بيست ان ستارتينغ، الحاجه الاولى يو نيد تو فايند نيد، لازم يكون كاين حقا حاجه لهذاك الامر، يعني الناس محتاجاته ماشي غير حاجه هكا بانت لي في راسي نديرها. لا، هي يقول لك في البيزنس the more specific you are the more successful you will be، يعني لازم دائما سبيسيفي حاجه واضحه. انا مثلا نخدم تاع رجال ولا تاع نساء ولا نخدم مكياج ولا anything، حاجه اللي تبغي تخدميها تخدميها. بصح best to start، نقولها لك the best thing to start is to just start because the only thing that you regret after starting is that you start late. يعني الشيء الوحيد اللي راح تندم عليه بعد البداية هو أنك بديت متأخر، ربحت ولا خسرت في كلا الحالتين. ثم جرب دائما تكون يعني ما تستناش بزاف، بدأ دير شوية هذوك التحليلات عندك، تحتاج بزنس موديل تاعك، تحتاج اوكي التحليلات، تقدر دير سوات، تقدر دير بورتر فايف فورسز، تحتاج شويه لي ماتريس تاع البيزنس، تلقاهم في كتب اداره الاعمال ولا في دورات اداره الاعمال، تلقى هذه الاشياء تلقاهم بزاف، ومن ثم تقدر تقلع وان شاء الله ربي يسهل لكم. سؤال اخر من عند زكريا، كيف انا طالب اني نقدر نمتلك عقليه وطريقه تكيف مع الازمات؟ شو زكريا، طريقة التكيف مع الأزمات؟ ما يعطوش أهمية لهذا الجانب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شي قلنا إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتقي الخير يعطه، ومن يبتغي الخير يعطه، ومن يتقي الشر يعطه. إذا ما نشرح إذا نغطين إن شاء الله ربي يغفر. طيب اي حاجه تديها بالممارسه، يعني اذا تحوس تعلم كيفاش تكتسب العقليه، جرب انك تشوف هكا ازمه ولا مشكل ولا حاجه وقلع تخدم عليه. اي حاجه تجيب الخدمه، ما كاش حاجه تجي غير هكا، يعني كل شيء يكون بالممارسه. تحوس مثلا تعلم اول حاجه الاولى، تعلم شويه الابتكار، ترى تعلم اول شيء ديزاين ثينكينغ، التفكير التصميمي اللي هو الاساس. التفكير التصميمي يعني هو امر جد مهم،
تحتاج عليه هو يجي اصلا من 4 مراحل، اللي هي استكشاف المشكلة، البحث عن حلول، تشوف هذاك الحل كاع يعني مليح اللي تطبقه، ومن بعد إعادة بروتوتايبينغ، ديرها كنموذج مصغر، ومن بعد تعاود تجرب، دير تعاطف، حنا نسموه امباثي، باسكو إذا كتحوس تعرف الأزمة، باسكو الأزمة راهي حقنا كاع العالم، ماشي غير الجزائر، لكن أنت تروح الأزمة في سبيسيفيك نيش، تخير نيش ماركت، تروح هذوك النيش تلقى لهم دير حاجة حنا نسموها التعاطف امباثايزينغ امباثي، تتعاطف معاهم، تشوف المشاكل تاعهم، تسقسيهم. تقدر حتى دير واحد الحاجه احنا نسموها امباثي ماب، خريطه التعاطف. خريطه التعاطف هذه تجي كاري وتحط فيها واحد 4 دي كيستيون تبدا تريبوندي عليهم. دير هذه خريطه التعاطف، من بعد تروح دير طريقه كيفاش تلقى الحل، يعني هنا راه شادر تدير استكشاف المشكله، من بعد تروح تحوس على حل، تلقى اكبر عدد من الحلول، أكبر عدد، يعني إحنا نهضروا بين 3 5، مش شرط كثر الحلول، كاين ثاني طرق باش تلقى الحلول، كاين برين ستورمين، كاين فيش بون، كاين فايف وايز، كاين ثاني بزاف طرق باش تلقى الحلول. من بعد تلقى الحلول صنع نموذج مصغر، بروتوتيب، جربوا تيستي، شوف شنو ناقصو، عاود ارجع. كي تجربوا يعني صافا دير جربوا وما تكوميرساليزيش، لا جربوا وكوميرساليزي او ميم دخل من ندرة. وما تعاود ترجع تتعاطف من جديد اكسترا. هذه هي العقليه، عقليه الانتربرينور انجينير، تما لازم في كل مشكله تلقى تحوس على الحل، ما تحوس على المشكله بايت سا. ان شاء الله نكون جاوبت عليك زكي. كإضافة للسؤال تاع زكريا، كنت قلت له ديزاين ثينكين يعني يتعلمها، أو بخصوص الديزاين ثينكين أو العديد من المهارات الحالية، هادو مهارات لازمة لكل فرد وكل طالب يتعلمهم، كون ما راحش يلقاهم غير باش يدير بيزنس، ولا راح يلقاهم في حياته الشخصية كإضافة هذه. هذوك هنا نسموهم السوفت سكيلز، المهارات الناعمه. هذه السوفت سكيلز هي اللي تخليك تتعلم، تعلم كيفاش تبدا بيزنس، تعلم كيفاش ترجع انتربرونور، تتعلم كيفاش تلقى حلول، تتعلم كيفاش تبدا بيزنس، تعلم كيفاش تتعامل مع الناس، تعلم كيفاش تتفاوض، تعلم بزاف اشياء، احنا نسموهم سوفت سكيلز، يعني الاساسيات بصفه عامه، مهارات الناعمه، يعني اللي حوس يتعلمهم ولا حاول باغ اكزومبل اللي يستاهل هذا السؤال اللي نهضروا عليهم، كتب سوفت سكيلز تلقى منهم العديد والكثير. سؤال اخر، ويلكم. اللي عنده السؤال فلاباج راه كاين تما في التعليقات، راحوا سؤال don't hesitate to ask، هذا من هنا سقسو. وعليكم السلام ورحمة الله. بك أني دير دير لايف أو ميم طون، ندير لايف معكم ونوصي لايف عندي في الانستغرام. شكون يدير بديت في شهر بدي مشروع صناعة أني بدي مشروع صناعة محتوى في الانستغرام، ذكرني إيه ما شاء الله. رانا نشوفوا المحتوى الجديد، راه شوفوا المحتوى تاع الاخ فتحي، راه كاين عن طريق الصور يوصل لك فكره. وثاني تقريبا في اداره الاعمال في البيزنس ادمنستريشن. ايه نعم. معنا اخوه راهم هنايا. want to ask اي واحد ممكن عنده اي سؤال، مش شرط سؤال في موضوع هذا اللي نهضروا عليه، اي حاجه في الاعمال وفي اداره الاعمال، حتى في التصميم، ولا اي ويل بي زعما هير تو انسر، بين نقولها في كندي لايف، ولا مش شرط تقسيني في الموضوع اللي رانا فيه، اي حاجه نقدر ان شاء الله نشاركوها، ولا ويل بي هابي تو شير. عندي
عندي سؤال واحد اخر فتحي، بخصوص هذا الموضوع، اسكو كاين دي ريسورس، مصادر باش الواحد يزيد يدعم نفسه في كما كنت ذكرت بيتر دراكر او صح، شو كاين اسماء اللي هما احنا نعيطوا لهم العرابون، معرابين مجال اداره الاعمال ومجال الاداره الحديثه ومجال الابتكار. كاع كاين جون دي ماكسويل، وعندهم في كتاب ولا زوج، هذو عندهم بزاف كتب اللي هما كباينين. كاين جون دي ماكسويل، كاين ستيفن كوفي، وكاين بيتر دراكر اللي درنا عليه. بيتر دراكر يعني هو عالم وحده، عنده بزاف كتب، عنده مثلا تاع طرق ابتكار حديثة، عنده كتاب تاع دراكر توكس اباوت ماركتينغ، دراكر يتكلم عن التسويق، تلقاها كلها مترجمة. حتى الناس اللي ما تعرفش انجليزية ولا تقدر تلقى كاع الكتب تاعهم مترجمة. كاين ثاني جون دي ماكسويل، عنده 21 قانون في القيادة لا تقبل الجدل. ستيفن كوفي عنده العادة السبعة والعادة الثامنة. كاين بزاف كتب، ماشي واحد ولا زوج. المهم هذو الاسماء اللي باينين، وسط الاسماء هذوك رايح تلقاهم ثاني يزيدوا يمدوك اسماء اخرى. بخصوص ثاني عندي سؤال واحد اخر خارج شويه على موضوع تاع اليوم، ثاني هو في الموضوع، كنا شفنا باللي في من 2012 لحد الساعة كنت جرافيك ديزاينر، ومعنا اليوم الكثير من الطلاب حابين يتعلموا الديزاين ولكن يبدأوا من الصفر. كيفاش، هل هناك طريقة أو نصائح تقدر تضيفها؟ شوف ديزاين اليوم ديجا طلعت عليه فوتو، يقول لك يو كان نيفر do good design if you don't do bad design. ديزاين ماهوش كيما هذيك تاع نروح نتعلم نعوم هيا ومن بعد نروح نعوم، ما تمشيش كيما هكا. صاري له كيما العين تاع انك تحلها، تكون جديده، تكون عندك 10 سنين ما حليتش هذيك العين ومن بعد تحل، يخرج من المسخ مسخ مسخ ومن بعد يخرج من النقي. داير كيما هكا الديزاين، شغل لازم تقيس روحك، تبدا تتعلم في زوتي، غادي دير زعما بزاف تاع الغلطات، بزاف تاع لي ديزاين ماهم شابين. من بعد تبدا تتعلم بشوي 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 حتى تطلع شوي، زعما ليرني باي دوينغ احسن من انك تبقى ورقه وستيلو وتتعلم. صايا شا عندك تحتاج حاجه الاولى تولز، اربط تول واحد سواء فوتوشوب ولا الستراتور، ولو بدا تقلع بدا تخدم فيه مع الوقت تبدا تتعلم مي بالاقل. تحتاج شويه قواعد في البدايه، هذوك قواعد كلاسيكيه اللي باينه اجرام كيما الكونتراست، كيما السايزز، كيفاش تحطهم، هذوك صوالح مع الوقت بالالاينمنت تبدا تتعلم فيهم. لو طون لي صايون بعد ديريكت هما قبض، شو دير ان بروجي وبدا تخدم. احسن طريقه اللي يتعلموا بها الناس هي انك تدي بروجي باين، تشوف هكا فوتو عجبتك ولا تشوف كاش واحد في يوتيوب داير فوتو شويه صعبه وتبدا تخدم معاه. هذه وري زعما باريسون، هذه لابروس، هذه دير، هذه دير، تبدا تتبع هذيك الفوتو تعاود معاه، شوف كاش فيديو يكون طويل شويه فيه نص ساعه ولا. كاين واحد يدير هذو لي فيديو شويه هو مقدم في النيفو، يسموه فال ليرن، بي اتش ليرن، بي اتش ليرن، هذا تلقى هو يدير كل مره يعلمك حاجه تتعلم معاه ومن طور تتعلم. بس هما ماهيش باش تصنع فوتو واحده، ما كاش طريقه واحده، تلقى اكثر من 100 طريقه باش تصنع تخرج نفس الصوره. ثم كل واحد وكيفاش يخدم، شي يتعلم بشوي بشوي، باسكو كي تحكم التول تولي تميتريزي هذاك الاداه، هذيك فوتوشوب ولا الستراتور مثلا، كي تولي تميتريزيها صايي من بعد ما يهمك والو. من بعد تولي نقول حنا باجون، كي تبغي تتعلم مبدا جديد ولا تتعلم طريقه جديده ولا التول راه كاين في يدك، خاصك غير المبدا تتعلمها، غير مفهوم هذا مكان. وكإضافة أيضا بخصوص الديزاين، هو كما قال الأخ فتحي، يعني كاين 100 طريق باش توصل الصورة. الديزاين هو عبارة عن إيصال فكرة عن طريق صورة، وأهم مرحلة بالنسبة لي في الديزاين يعني المرحلة الأولى، وهي مرحلة البحث والاستلهام. يعني إليك تشوفوا
تشوفوا دي موديل ومانيش عارف تصاميم اخرى تستحيوا منها وتخرجوا منها دي ديزاين على حسب الفكره تاعكم، وكل مره تديو ايدي جديده والعين تاعكم توالف دوك التصاميم، مع الوقت ان شاء الله الواحد ينتقل من مستوى الى مستوى افضل. هذوك طبعا هذوك تفاصيل، هذيك كي تبغي دير ديزاين واحد لازم تغذيه بصريه، لازم بزاف سوالف. هضرنا على المبدا يعني بالعموم، ابدا تقعد تخمم هكا في تيوري، تيوري شنو تلقى؟ هذيك الحاجه اللي تخليك تقعد دائما في النظري هي الخوف. تقلع الخوف تبدا تطبق، ما نبقاوش غير في نفس يليق نطبقوا، التطبيق هو اللي تخرج منها الخبره. تروح تدخل تلقى هكا في يوتيوب ضربك تكتب بار اكزومبل ليرن فوتوشوب، وتقعد تشوف تحوش على دوره باينه، حوش على فوتو هكا مخدومه، خذ هذيك الفوتو ورفد تخذ ذاك الفيديو، تبقى دائما في الديسكريبشن تاع الفيديو يعطيك هذوك التصاوير، تبقى هذوك التصاوير اللي دير الفوتو تاعك وتبدا تخدم عليها. بار اكزومبل من جارب دير لها اون ديكوب ومن بعديها حطها في بلاصه وزاد لها في كولور نقص، تبدا تتبع فيه وتتعلم، راك تشوف كل مره تعلم حاجه جديده حتى تلقى روحك بيتريزيت كلش. نعم، والمشكله ما اللي الناس دائما تحسبها مشكله، يعني لوجيسيال ماشي ان بروبلام، يعني الفوتوشوب او الاليستريتور ولا هذا، يعني راح تحوسوا في اليوتيوب على فيديو تاع دقيقتين يحلك المشكله. اللي صحيح في الديزاين يعني يليق تبحثوا وتحاول كما قالنا الاخ واريز جاي في الكومنت، التغذيه البصريه، يعني تحاول توصل الفكره عن طريق ديزاين، هذا هو اللوتي اللي تستعملها تبقى اوتي، مش مشكله كبيره. هذا كيما قلت تول، تول مش مشكل كاع، تول تعلمها انا بحاجه زوج. عندنا سؤال هنايا في انستغرام، معليش نعاود نقولوا ونخرجوا عندكم. السلام عليكم، من فضلك كيفيه ترويج الاعمال او السلع بدون اللجوء الى صفحات الانستغرام التي تطلب مبالغ طائله دون الحصول على مردود وشهره؟ هذه راهي تسال اسكو نقدر نروج لسلعه معينه للعمل بدون لجوء لصفحات الانستغرام؟ صح، انا يعني مؤخرا هكا بغيت نعرف وندير شويه باش نبحث، لازم تقصي ناس شحال راكم تحسبوا باغ اكزومبل بي بي سي تي عندكم في الصفحه، انت شحال تحسب بي بي سي في الصفحه؟ واحد قال لي نحسبها 3 ملايين، واحد مليون ونص، واحد 2 ملايين، يعني تيكون نقولوا كيما قالت الاخت هنايا شويه مبالغ فيها. صح، انا شخصيا نفضل اني نروح نخلص الدراهم نعطيهم فيسبوك ونروح ندير بهم ترويج للفئه اللي انا راني باغيها، لانه كاين واحد الترويج واحد الخطا كبير احنا نسموه التسويق عبر المشاهير. هذا المشاهير ممكن تكون صفحات، ممكن يكونوا اشخاص، ممكن روحنا كاع عند شخص عنده زملائين متابع، في ميزه تم زملائين متابع شحال غادي يتبعك من واحد ولا شحال راه غادي يشري لك من واحد؟ على الاكثر 0.1% على الاكثر. هذه اذا طرت، ولازم اذا درت ترويج مع هذه حتى الناس اللي يبغوا يديروا، مع اني شخصيا ما ننصحش بالترويج عبر المؤثرين وعبر المشاهير في البدايه، كي تكون مشروع تاعك جديد اولا ما يكونش عندك ميزانيه انك تصرف على هذو، ثانيا ما يجيبوش نتيجه كبيره. حنا حاسبينهم يجيبوا نتيجه باسكو شفنا ديك الصفحه راح دارت في الاستعداد، بصح انت كي داروا ديك الصفحه مش عارف انا تبيع الكيسان تبيع هذا صفحه تبيع كاس، هل انت كي شفت هذاك المشهور دار بيبليسيت على الصفحه اللي تبيع الكاس تروح شريت الكاس؟ واحد فينا ما راح يشرى، ما نشروش كي تكون عبر المشي، حنا نشرو كي تكون حاجه دوها عن قناعه. ثم حتى التسويق عبر المشي هذا، ونعطي نصيحه التسويق عبر المشي من بعد نجاوب مباشره على السؤال. التسويق عبر المشاهير، اذا قال لك واحد عنده صفحه كبيره ندير لك تسويق، لازم في البداية تفهم معاه بلي انا ما نديرش عندك مرة، على الاقل 3 مرات، لانه المرة الاولى ما راحش تجي لك نتيجة، هذه زعما سوا سير بلي ما كاش نتيجة من المرة الاولى. لو نرجعوا كيفاش تقدر دير من غير الصفحات، عندك سوالف سامع يوصلوكش بزاف، كاين الهاشتاغ انستغرام، فيسبوك ما عندوش زعما سيستم تاع الهاشتاغ، فيسبوك ضعيف بزاف، صح انستغرام كاين سيستم تاع هاشتاغ، عندك تخلص
يعني لازم تدفع باش توصل. لو صاير هي منهجية جديدة انتهجوها لازم نمشوا فيها، لازم تدفع باش توصل، إذا ما دفعتش ما غاديش توصل، المنشور تاعك ما كاينش غادي يشوف. صوف إذا كنت داير مرة على مرة هكا دير مسابقة ولا دير حاجة اللي تبين للناس باللي المنشور تاعك مثلا اللي راه غادي نعطيكم هذه لو غادي نعطيكم هذه، ولا اللي يشري حاجة نعطوا له حاجة باطل، هذيك العروض الترويجية هذيك حاجة أخرى. صح انك ما تدفعش وتستنى توصل صعبه، خاصه في هذا الوقت، واحد الوقت كانت سهله. تضرب سياسه جديده اللي راهي في فيسبوك، انتهجتها شركه فيسبوك بالعموم، انستغرام تبع فيسبوك، راهي انتهجتها شركه فيسبوك، ما همش يخلوا المنشور يوصل اكثر من 20% من المتابعين، يعني لازم تخلص حتى به المتابعين تاعك يشوفوك بلا ما تخرج برا، غير الناس اللي تتبع فيك تشوفك لازم تخلص. اما الطريقه الوحيده هي البوست، ما كاش طريقه اخرى، ولا المجموعات فيسبوك، مجموعات فيسبوك مرات تجيب نتيجه مرات ما تجيبش نتيجه، سا دي بول بوست كيفاش دير فيها يعني شروط، ماهيش زعما انك تبيع يعني منتج ولا سلعه لازم دائما تخلص. سؤال اخر، راه كاين تاني سؤال بعثه لي بخصوص الطالب الجامعي كونه عنده 5 سنوات دراسة في الجامعة، كيفاش راح يلقى الجو المناسب ليه باش يتطور وكي يكمل هذيك ال5 سنوات يخرج أكثر ويضمن أكثر إنتاجية يقدر يديرها من بعد. معي السؤال ما سمعتوش مليح، تقدر تعاوده لي؟ أصبرني. قلت لك الطالب الجامعي خصوصا المقبلين على الجامعة راهم يدخلوا يقراوا 5 سنوات ويخرجوا غير فقط هذيك ال5 سنوات اللي قراوها في الجامعة، يعني حفظ وتطبيق و... ثقافة عامة بالعموم، نسموها ثقافة عامة. ثقافة عامة. كيفاش يضمن الطالب يلقى الإنتاجية باش يطور من نفسه يخرج من الجامعة بمحتوى وبثقافة قد يطبقها على أرض الواقع؟ صح، شوف الحاجة الأولى اللي هي اللي لازم يعلمها اللي هي أنه يبدأ يحوس على التطبيق، ما تروح تعلم حاجة روح طبق. مثلا احنا تعلمنا الطلبة اللي عندهم التطبيق سهل اللي هم المبرمجين، تعلمت اليوم مثلا حاجة في الويب روح طبق وزيد من عندك، طبق وزيد من عندك، في القادم طبق وزيد من عندك، وشوف الشركات الكبرى في المجال تاعك وحاول تقلد شويه مشاريع صغيره من مشاريع تاعها. تلقى مثلا شركه كيما شركه فيسبوك عندها بزاف مشاريع، كنت عرفت بلي شركه فيسبوك مقسومه مايكرو سيرفيسز، وكل مايكرو سيرفيس مثلا غير تشات اونلاين سيرفيس وحده، ماسنجر كاع بالعموم سيرفيس وحده، الماسنجر كاين دي سيرفيس، كاين سيرفيس تاع زابير وسيرفيس تاع زابير فيديو وسيرفيس تاع تشات وسيرفيس تاع الايموجيز، وكل كاين بزاف دي سيرفيس، تروح تحاول على الاقل تقلد سيرفيس ولا زوج تتعلم من عندهم، لانك تراك كطالب ما دامك في تخصص لازم تروح داك التخصص. الامر الثاني هو الحاجه هضرنا عليها قبيله، السوفت سكيلز، مهارات الناعمه اللي لازم لك تعلمها، مهارات التفاوض، مهارات البيع، مهارات زعما مهارات تحتاجهم. وحاول دائما تكون تخدم و try to build your own business ما دامك طالب، ما دامك طالب قعد جرب، باسكو كون طالب ما عندك ما تخسر والو، تخسر الوقت برك، الوقت اللي راك ديجا خاسرو وراك تقرا 5 سنين راك تقرا ما غاديش دير حاجه باينه في ديك 5 سنين. من الاحسن تروح تجرب دير بيزنس فيها خير، تبني علاقات، دير شحال من حاجه مليحه، كي تكمل 5 سنين تاعك اذا كتب ربي ونجح البيزنس هذا يكون عندك بيزنس تخدم عليه، تكمل من تبدا تخدم عليه، واذا قدر الله ما نجحك البيزنس تكمل ويكون عندك خبرة في الأعمال، إذا بغيت تبدأ حاجة راه عندك ديجا اكسبيريونس. شكرا أخ فتحي. بخصوص الأسئلة، ما بقالكش أسئلة في الانستغرام عندك؟ انستغرام مكش ثم نختمه. المهم خويا فتحي يعطيك الصحة، استفدينا الكثير 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 معاك اليوم،
ومازال ان شاء الله في حصص قادمه غادي يزيد يرافقنا في هذه السلسله ان شاء الله. ونتمنى اي واحد عنده المعلومه اولا يشاركها مع الناس، كون هذه غادي يزيد يتعمق اكثر واكثر، وثاني يطبقها على ارض الواقع، لانه العلم بدون تطبيق كل ما درنا والو. وكتذكير خفيف، ميت اند ليرن هي سلسله تكون مرتين في الشهر، يعني السيشن القادمه تكون بعد 15 يوم. فيها رانا موجودين ان شاء الله محاضره قمه قمه وضيف هارب ما شاء الله، وراح يكون معلومات قيمه جدا وقريبه من الطالب والشاب الجزائري بصفه عامه. وايضا اللي حاب يعود لايف راه مسجل على صفحتنا في الفيسبوك دي اس سي باتنا، ديفلوبر ستودنت كلوب باتنا. وان شاء الله اللي عنده اسئله اكثر وما لحقش يشاركهم معنا، راه كاين الاخ فتحي مسخر وقته يعطيه كل الصحه والعافيه باش يدعم الطالب او الشخص اللي حاب يوصل. راكم تلقاوه في كل وسائل التواصل الاجتماعي بالاسم الشخصي فتحي بوخرس. شكرا، بارك الله فيك، شكرا للاستفاده، ان شاء الله كل جماعه استفادوا وحظ موفق لكم، راكم ديروا في حاجه مليحه بزاف ان شاء الله، ربي يوفقكم فيها. امين يا رب، دمتم في امان الله.